الصناع التقليديين عازمين يكبروا. البنك الشعبي نكبروا جميع. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مؤسسة دار صانع. في البرايم اللي فات غاضونا 3 ديال المشاركين اللي وسطوش يقلوا اللجنة بالمنتوجات ديالهم واللي كتمنوا أن مشوارهم في الحرفة ما يتوقفش هنا ويواصلوا بنفس العزيمة والطموح اللي كانوا مرافقينهم طيلة تواجدهم في المنافسة. فخور أنني ليكيب اللي ربحت مع نهار الولف برايم وصلت معها تلا هاد ليطاب وبطبيعة الحال هما أحسن مني. فإخصائك بشي كان مفاجئ كان بالنسبة لي صدمة حيت ما كنتش متصور وداك الشيء اللي كنت عارف من غير هادشي هذا اللي وقع. تعلمت روح المنافسة، تعلمت أنني نخدم بكل روح ريادية ونعطي أقصى ما عندي. وفي هذا البرايم اختبار ولفته في كل موسم، تحدي ومبادرة خير صناعة. كان الحلم ديالي نشارك في هذا البرايم وأنا فرحانة بزاف. إن شاء الله غادي نحاول نخلي البصمة ديالي في هذا المنزل. اختبار اللي غادي تقسموا فيه الجوج ديال الفرق وغادي يديروا كل ما جهدهم باش يعاونوا هاد العائله ويفرحوهم. وراه خصك تكون فيك روح الفريق اصاحبي، خصك تكون فيك روح الفريق. انا كنمشي نعاون هادي يقول لي هذا فصل لي هادي ومشي، ماشي كنجمع الهضره، راه ماشي خدمه هادي، ما تبقاش تهضر بزاف، خدمه صح. برايم بدون اقصاء كتسود روح المحبه لهذه المبادره الانسانيه، والمشاركين غادي يعطيو كل ما في جهدهم باش ينجحوا في هذه المهمه. مرحبا بكم في البرايم الخامس من صناعه بديل. مرحبا بكم معنا في البرايم الخامس من صناعة بلادي في الموسم العاشر. 9 ديال المشاركين قدروا يوصلوا لهذه المرحلة المهمة وخطوات بسيطة فقط كتفصلهم على الفوز باللقب. خلال المواسم الماضية تعودتوا أن البرايم الخامس كيكون عنده طعم خاص، تحدي إنساني، تحدي خير الصنعة، فين المشاركين كيحاولوا يقدموا المساعدة لأشخاص بحاجة لها. منين سمعت ابتسام كتهضر على العمل الإنساني أولا فرحت، قلت العمل الإنساني شي حاجه اللي زوينه واخا يكون فيها الاقصاء ماشي مشكل. في هذا البرايم كل واحد غادي يقدم كل ما في جهده وكل ما عنده باش يفرح عائله سي محمد ويحاول يساهم في التغيير ديال المنزل ديالهم. المشاركين غادي يتقسموا لجوج ديال الفرق، وغادي نخلي فاطمه زهره تقدم اسماء المشاركين في كل فريق. مساء الخير فاطمه زهره. مساء النور. كما قلنا في هذا البرايم غادي يتم ان شاء الله على اختبار ديال الفرق. الاختبار الفرق كما قلنا احنا لي جوري حاول نقسمكم على دو جروب. الجروب الاول غادي تكون فيه شيماء، سندس، حسن، رضا. بما يخص الجروب الثاني بطبيعه الحال الاسماء المتبقيه حسبيه، رقيه، احمد الهيبه، ايوب، هشام. يعني الجروب غادي خصو يعتمد على 3 ديال الحوايج اللي هي التفاهم بيناتكم والدقه في الامعان في الشغل ديالكم كيفاش خصكم تخدموا الارتيكل، وبغيت نشوف حتى مدى الحب ديالكم لهذاك المجهود اللي بغيتوا ديروا باش تعطيو واحد المنتوج اللي هو مزيان لهذيك اللي تفرحوا هذيك العائله، ونشوف مدى الفرح ديالكم في ذاك الطرافي اللي درتوا. وكجوري كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، انا متاكده بانكم غتفوقوا. شكرا لك فاطمه زهره. رضوان سبقتوا وزرتوا العائله وعرفتوا الاحتياجات ديالهم، شنو اللي غادي يخدموا عليه المشاركين بالضبط في هذا التحدي؟ تري بيان. الوغ حنا كيما عشنا مجموعين مشينا شفنا دوك الناس، وكان الاختيار ديال هذوك الناس من بعد بين عائلات اخرين اللي مشينا عندهم اختاريناهم لان كانوا دي كريتير، لان الناس فعلا داكشي كامل اللي شفناه هذوك الناس هما اللي كانوا محتاجين لو بلوس. دونك مشيتيو وشفتوا الدار كيفاش دايره، سالينا مجموعين وشفتوا دوك الناس واستقبلونا تبارك الله عليهم وفرحوا بينا وما قصروش، داكشي بزاف اللي داروا بينا صراحه كبروا بينا، حتى حنا خصنا نكبروا بهم، خصنا نعطيوهم اكثر من داكشي اللي عطاونا. الناس دخلوا هما دخلوا الفرحه للقلب ديالنا ملي مشينا عندهم، سي اون تري بون شوز.
بالنسبة لهذا البرايم كان مختلف على البرايمات اللي فاتوا، لأن تعطانا نخدموا على الدار ديال العائلة ديال سي محمد، وهذه حاجة فرحتني بزاف لأنه عمل إنساني. حنا متحمسين أننا نخدموا الدار ديال محمد وندخلوا الفرحة والبسمة على الوجوه ديالهم وعلى خديجة الإبنة ديالو. بالنسبة لهذا العمل الخيري قد ما خدمته قد ما غادي نكون حنا ساهمنا فرحة ديالوك الناس وعطيناهم شي حاجة زوينة. أنا متأكد بأن كلكم كل واحد فيكم غادي يعطي من عنده ونشوفه، لأن الهدف من هذا البرايم هو ندخلوا الفرحة في القلب ديال دوك الناس. كما قلت لكم هما فرحونا وكبروا بينا، حتى حنا خصنا نفرحوهم ونكبروا بهم، وأنا متأكد 100% كلكم لأن شفتكم كيفاش كنتوا نتوما فرحانين غادي تديروا المجهود ديالكم وكل واحد فيكم غادي يعطي، وإن شاء الله كلنا غادي نكونوا فرحانين إن شاء الله. وهذا هو الهدف من هذا البرايم. شكرا لك رضوان. زينب، العمل على فضاءات محددة مسألة ماشي سهلة، يعني هذا البرايم ولا هذا التحدي غيكون مختلف على اللي سبق في التحديات. وي ابتسام، كيف ما قال رضوان انا عرفتكم هذه تعطيو من قلبكم، وحتى حنايا لي كوتش هنايا باش نعاونكم تعطيو احسن ما عندكم. اذا هذا البرايم هذا مختلف جدا من البرايم القصيده. انتما لي كانديدا كنتو معودين تخدموا على برودوي واحد، برودوي حد ذاته. هذا البرايم هذا نو سولمون غادي تخدموا على مجموعه ديال لي برودوي، حيت دابا لي كانديدا قلالو، مي لي برودوي اون دو ديليفري واحد لي برودوي لي يكملوا لنا الدار تكون كامله مكموله. دونك ما تخدموش على برودوي واحد، تخدموا على مجموعه ديال لي برودوي، هذه الاولى. الثانيه هذوك لي برودوي يكونوا في واحد الفضاء محدد، هذه اول مره غادي تخدموا عليها. ثالثا عندكم واحد لي ديفي تكنيك حنا هنا باش نعاونكم فيها. باغ اكزومبل غادي تعلقوا شي حوايج في الحيط، خاصكم تعرفوا لي بوا اكزاكت فين هادي تعلقوا باش لا شارج ديال لو بوا سو ريبارتي. هادو سي دي ديفي تكنيك اللي حنايا باش نعاونوكم فيها. اي بون كوراج. من طبيعه الحال لي كوتش والمشاركين كلهم غادي يخدموا مع بعضهم باش يقدموا احسن ما كاين للعائله ديال سي محمد امين. حنا ذكرناها في الاول ديال البرنامج، قلنا بانه هذا تحدي انساني قبل من كل شيء، تحدي خير صنعه، ما كاينش اقصاء يعني في هذا البرايم، ولكن كاين مجموعه من القيم اللي لازم يشاركوها المشاركين واللي تكون عند اي صانع. حنا تنعرفوا انه المغاربه معروفين بالعطاء وبالسخاء ديالكم، وداك الشيء اللي بغينا نشوفوا فيكم في هذا البرايم هذا، يعني تعطيو احسن ما عندكم لا بالخدمه ديالكم ولا بالافكار ديالكم، وغادي تخدموا يد في يد وحده مجموعين، يعني الافكار ديالكم كلكم غادي تودفوها مجموعين وغادي تتعاونوا بيناتكم باش تبينوا لنا هذاك الروح ديال العطاء والسخاء في هذا البرايم هذا ان شاء الله. وكاينه واحد المثله مغربيه تقول بانه خوك في الحرفه عدوك، ولكن اليوم خوك في الحرفه خوك. وبون كوراج للجميع ان شاء الله. شكرا لك امين، مازال تبعكم بزاف ديال الخدمه، غادي نخليكم مع لي كوتش ديالكم تمشيو تشتغلوا مع بعض باش تقدموا احسن ما كاين لعائله سي محمد، ونتلاقاو من بعد. دوكو نعرف كل واحد شنو فكر باش حنا لي كوتش نوجهوكم نعرفوا واش غاديين في لا بون استراتيجي ولا لا. دونك غادي نحاولوا ما امكن الاوبجيكتيف ديالنا او المبدا ديالنا في هذا لو برايم هو ندخلوا الفرحه في قلوب هاد الناس. دونك كما شفتوا في الزياره ديالنا، دونك مشينا العائله اللي غادي نخدموا معها، العائله ديال السي محمد. شفتوا الدار، خديتوا فكره عليها، خديتوا كلشي داكشي اللي خاص بالنسبه لهاد الدار. زعما افكار اللي غادي تكون غاده مع هذاك الاسباس، ونحاولوا نستغلوا ديك القنيتات الصغيره اللي في الدار، اي حاجه اللي هي يوتيل، ولكن ما نساوش حتى لو كوتي ديال الكوتي براتيك، يعني ما يمكنش لينا نديروا شي حاجه اللي غتبلوكي شي دخله ولا الباب. رضا، انت عندك شي فكره على شي حاجه اللي كتظن بانك غادي تقدمها لنا في هذا البرايم هذا؟ صراحه انا ما فكرتش في هذا البرايم باش تقدم على وسيدو كاليتي بجوج. بالنسبه لي انا حنا كبيجو يعني الافكار كتكون محدوده شويه، حيت خاصك تخدم على المعدن، خاصك بالضروره تخدم على المعدن، ويكون اصلا يكون
مواكب الخدمه ديالنا. ولكن دابا غتخدموا مجموعين. هذا اول حاجه ما تنساوش بان غادي تخدموا مجموعين وحنا غادي نكونوا بجنبكم. اذا ماشي ايوب احمد غادي تقولوا لا حنا بيجو وما عندنا ما نديروا هنايا في هذا لافيك. بالعكس عندكم ما تعطيو وحنايا غادي نعاونوكم ما تخافوش. راه اللي زيد راه ما كيتسلاوش. لا دوفيز ديالنا اولا العمله ديالنا في هذا البرايم هي الفرحه. تدخل في القلوب ديال هاد الناس هذا وكما قلت راه ملي كتفرح الانسان راه احسن حاجه لا بلو غون ساتيسفاكسيون اللي كيعيشها الانسان هو ملي كيدخل الفرحه في قلوب الناس. دابا ملي شفنا معكم لي برودوي اللي غادي ديروا وعندكم دابا الافكار واضحه حنا تايقين فيكم بزاف. هاد لو برايم اكسيبسيونيل غادي ديليفريو دي برودوي للعائله ماشي بحال لي برايم بريسيدون. كنتمنوا لكم التوفيق حنا تايقين فيكم توب ابخاف. دابا واحد الحاجه ضروريه بعدا غنحددوا شاف ديكيب ديالنا عاد نكملوا الخدمه. بس اول حاجه بعدا تمشي خدمه كامله من الدماغ. انا كنقول سندس. سندس انا ديجا خديتها غير غنشوفوا. انا ديجا خديتها سندس هي خداتها بقى حسن وسيماء. دابا لمن غادي نرشح واحد فيهم؟ انا كنرشح كنقول سيماء حيت هي اللي. علاش اختاريتي سيماء؟ تميز بالهدوء ورزينه وتقدر هذه النقطه هذه تعاوننا بزاف. هذا هو اللي محتاجينه خصوصا في هاد يعني في هاد المرحله حاسمه. شنو اقتنعتكم شفيك؟ صافي الا كنتم متفقين كاملين فا اوكي نتوكلوا على بركه الله. دابا خصنا نشوفوا شنو غادي نخدموا. كنكوني بواحد المهمه اللي هي صعبه. ما كنتش موجوده لها من قبل صراحه لان انا كيعجبني نخدم واخا مع فريق ولكن كنحاول نرضي جميع الاذواق ونسمع الاراء الاصدقاء وهذا. الحمد لله عندي خبره اكثر من رقيه. وانا رئيس تعاوني وكنسير واحد العدد ديال الشباب معايا يعني نقدر نسير نقدر نعطيكم معلومات اكثر. انا بغيت نكون شاف ديكيب على رقيه. انا كنظني بان انا اكبر منها في السن اولا وعندي خبره اكثر منها وكنظني بان دائما الانسان يعني كان بغيت ان تكون عندي اولويه عليا وعلى الدراري كامل يعني نديرو التصويت. نديرو التصويت واقيلا هو باش نحكمو باش نحددو احسن. نبداو بحسبيه حسبيه شكون كتختار؟ واخا غادي تسمح لي يعني نمشي مع رقيه صفتها مرا بحالي بحالها. بالنسبه لك انت رقيه؟ انا تنقول هشام. انا هشام. انا بالنسبه لي انت اخ وصديق ياك ولكن هذه المساله غادي تكون بالنسبه لي احسن رقيه لانها في هذا المجال احسن لان كانت استاذه وكتقري وعاوتاني في هذاك المجال اللي حنا خدامين فيه. انا بالنسبه لي غنخلي المجال رقيه صافي وغنساعدوك ان شاء الله. ان شاء الله دونك غادي نخدموا كايكيب حنا مجموعين. الكانديدا اللي معايا شافوا باللي انا انسب شخص لهذه المهمه وتا هو شاف راسو مناسب جدا لهذه المهمه. ديكو ملي كنا تنديروا الفوت بان لي انا هو شخص مناسب صوت عليه. مي لي كانديدا اللي معايا بغاوني انا اللي غنكون اللي نكون في قائده الفريق. وحسن كانت عندي واحد النقطه اللي ما قدرتش نعطيه ترشيحه هو ان البرايم اللي فات ديال الصحارى كنت احتاجت منه واحد المساعده في اخر لحظات غنقيط الكوره قلت لي ديرها ليا ما بغاش مشى يعني خفت لي عاود يقدر يدير لينا بحال هذاك الشيء هذه المره. داك الشيء باش قلت اللهم سيماء هي اللي كتبان لي كالم ورزينا ونقدروا ان شاء الله نوصلوا خدمه زوين. دابا على وديت النقطه نتاع الكوره ما قدرتيش ترشحنا انا نكون رئيس. ايوا انت غير نقطه الكوره ما قدرتيش ديرها. ماشي مشكل لاباس منين جات غير في النقطه نتاع الكوره. الحمد لله. الا كان هو شي حاجه من جهتي وانا ما فهمتش ديالي ما نعرف. المهم انا ما عندي حتى انا بالنسبه لي ما عندي حتى شي حساسيه معاه. ولا كان هو شي حاجه من جهته ما الله اعلم. هذا عمل انساني يعني عمل انساني انا كنفضل انا اللي يكون انا الاول فيه يعني انا كنت انا جاي من اقليم الحوز وشفت العمل الانساني كي كيكون عشت في التعامل ديال الناس معنا تما حسيت بداك الفرحه دخلوا علي الناس بغيت حتى دوك الناس انا نوصل لهم هذيك الفرحه. داك الشيء علاش حصره بالنسبه لي ما كنتش شاف ديكيب وكنظن رقيه على حسب ما كنشوف انا ما عندهاش خبره اللي عندي انا وما غاديش تعرف تسني مني.
اللي حسن غيخدم طابله فيها متر وعشرين على 80 قلك هذا هو العبار ستوندار ديال الطابله، ولكن ما عرفتش واش تجي في الصالون ولا غنحاولوا باش ما نديروش لا فون كبيره باش ما نلقاوش فيها مشكل. شوف بالنسبه لي ميزور والعبارات راه ما يمكنش نديروا شي حاجه غير ستوندار، نحاولوا نشوفوا داكشي ادابتي اكزاكتومون للدار ديالو، كاين شي حوايج صغار وشي حوايج كبار. فلهذا من الاحسن نرجعوا للدار ديال سي محمد ونهزوا العبارات ونشوفوا لي زوبجي كامل اللي غادي نتفقوا عليهم ونخدموهم، من الاحسن نهزوا العبارات نمشيو دابا. هي الاولى نستافدوا شي اوكي. كل موسم كيحرص برنامج صناعة بلادية على مد يد المساعدة لوحدة من العائلات باش يغير لهم حياتهم. المشاركين غتكون عندهم فرصة باش يعاونوا عائلة سي محمد. مستوى ديال العرباوي ساكنة مع ولدي، أنا حدا أخرى يبقى ومات لي الراجل وقعدت أنا وولدي، يقولون أنا وولدي تعمر بها الطفلة ولدت الوليدات الحمد لله. جينا لهنايا جينا لهالبلاد الحمد لله خدام اش ما كان، كل نهار وكل نهار واش نجي خدمته. انا محمد شتواني عمر ديالي 40 سنه، رب اسره كتعيش معايا الوالده والمدام ثلاثه ديال الوليدات. الخدمه راه علاقات، مره مع البنايه مره مع مولاي الجليل مره على الساعه كل مره. وفي انا جيت هنا في 2012 خدام في هذه الفيرما ودوزت تقريبا واحد العامين ولا ثلاث سنين. هي اللي كوقفوا معنا كاع هاد الجيران تعاونوا معايا فاش شريت هاد البقيعه هادي، تعاونوا معايا بنيتها، ولكن اللي خلاني ما نكملهاش هو الدري مرض ليا. فاش الدري مرض صافي مشيت مع الدري صافي ونسيتها هي بقات بحال هكا. بغيتهم يعوضوا لي السواريات والمرطوب والجليج وعاد الفريكيش لا قسم الله. كنتخيلها تكون زوينه بحال جميع الديور زوينين، تكون بالزليج تكون بمرطوب باي حاجه غير كنتمنى اي واحد كوينه كنتمنى واتعني. انا دابا اللي بغيت ما كراش تكون كانت تبنى الدار ولا السواري ديالها، مكرهتش على التواليت والدوش يكون هنا لداخل، حيت شويه عندنا على برا كاين الغيس كيمحن البرد، ومكرهتش تكون كاع مسقفه بالضاله. الشباب ديال صناعه بلادي كنشكروهم على المجهود اللي دايروا معانا وهاد التمارين اللي غيضربوا معانا، ما يخلصهم لله هو اللي غادي يخلصهم. الله يجازيكم بخير. المبادرة ديال صنعة بلادي فرحتنا وفرحت وليداتنا وعائلتنا، وين ربي يجازيهم بالخير والله يكثر خيرهم. كنشكر صنعة بلادي غادي يوقفوا معايا وغادي يعوضوا لي الما يحل فين نكون وغادي يصاوبوها، ونقولكم الله سيدي ربي الله يعاونكم. المشاركين قاموا بزيارة الدار باش ياخذوا القياسات اللي غادي يحتاجوها في المنتوجات ديالهم ويبداو الشغال عليها. الفريقين غادي يشتغلوا من القلب لإرضاء العائلة وإدخال البسمة على وجوههم. بالنسبه لهذه المبادره ديال خير الصناعه ديال صناعه بلادي، جينا ان شاء الله عند الحجر الفشاويه باش ناخذوا لي ميزور ديال الكوزينه وديال البيت الدراري الصغار. وبالنسبه للدور ديالي على حسب انني بيجوتري ونقدر تجيني شي فكره زوينه ونخدم شي حاجه اللي تمثلني انا ونخلي فيها التوج ديالي.
كل واحد فينا غادي يدير البصمه ديالو في ليسباس اللي حنا خدامين عليه. الهدف ديالنا هو اننا نفرحوا هاد الناس. اليوم جينا باش ناخذوا العبارات لي ميزور اللي غادي نحتاجوهم باش نبداو الخدمه على اشنو غادي نقدروا نديروا في ليسباس. بالنسبه لنا احنا اخترنا الكوزينه ياك، واخترنا بيت نعاس ديال الحاجه البشتويه والدراري الصغار. بالنسبه لهذو الاماكن نقدروا حنا بالنسبه لنا حنا اللي بيجو نقدروا نعطوا فيهم. انا يعني كان الحلم ديالي نشارك في هذا البرايم، وانا فرحانه بزاف. ان شاء الله غادي نحاول نخلي البصمه ديالي في هذا المنزل اللي يتفكرونا بها هاد الناس. انا وايوب خدنا عبارة ديال البلاكار الفوقاني، وكنا بغينا نركبوه يكون بياسه واحده، ولكن بعد قررنا ان نقسموه، يعني كان صعيب انه الى جا كبير تركب. احنا ديجا دابا تقسمنا للايكيب، دونك غنقسموا المهام، غادي نشوفوا كل واحد شنو غادي يدير، ونحاولوا ناخذوا دي زوبجي اللي غادي يشرفوهم ويشرفونا حتى حنا. بالنسبه للصاله ديال الكلاس فكرنا اننا نعملوا لهم واحد الريدو لديك الشارجم اللي جا الجهه السفليه. بالنسبه للديكور فكرنا اننا نخدموا لهم ليناب، نعملوا لهم تلمط ومخايد لديك الصالة باش تكون جلسة مريحة وأنيقة في نفس الوقت. إن شاء الله نتمنوا باش نوصلوا داك الشيء اللي بغينا في هذا البرايم، ونرسموا الفرحة على وجوه هاد الناس وحتى على وجوهنا حنايا. بالنسبه للبياسه اللي في يدي دابا هي تجلابه لواحد البسي كادو اللي غادي نديوه للحاجه البشتويه اللي هي الجده ديال العائله. بالنسبه للوبجي اللي جاو فيا انا هما غادي نخدم الريدوات وغادي نخدم على لاناب. فاش دخلنا للدار وتعرفنا على العائله جاتني الفكره، فاش تعرفنا على الحاجه انا وحسبيه فكرنا باننا نعملوا لها واحد البسي كادو. انا غادي نخدم جلابه وحسبيه غادي تخدم البنت الصغيره خديجه شي حاجه حتى هي. من بعد ما درنا معاينه للدار اللي غادي نخدموا عليها، اتفقنا حنا ولوتخو غروب على شكون اللي غادي يتكلف باشمن اسباس. خدينا العبارات اللي محتاجين، تفاهمنا مع لي كوتش ديالنا على لي زوبجي اللي غادي نخدموا. كل واحد خدا فينا اون طاش باش في الاخر نجمعوا داكشي كاع اللي صوبنا. يقدر تكون خدام في لابونك ولا خدام في سونتر دابيل، ولكن خاصك تكون على الاقل عندك غير شويه ديال لي نوسيون دو باز على الصناعه التقليديه اللي هي هويتنا المغربيه. رقية الفرحي 28 سنه من مدينه فاس، مشاركه في فئه الديكور الداخلي اللي صنعت بلادي موسم العاشر. انا لوريات ديال لاكاديمي دي زارت تراديسيونيل فئه ديال لاغ دو كوير. من الصغر ديالي وانا عايشه وسط مدينه فاس اللي معروفه بالجلد ومعروفه باقدم دار الطباخ كاينه في المغرب. اكتشفت انني ميولاتي اكثر للديكور الداخلي. بديت نفكر بلي في اوقات الفراغ ولا في العطل الصيفيه كان ديما تنخصص الوقت ديالي باش نصايب دي برودوي اللي غادي نقدر نزوق بهم لا شومبر ديالي ولا ديكوان عندنا في الدار. من بعد ما ساليت القرايه خدمت في هذا المجال، خدمت في مغازان ديال الديكور الداخلي، وهنايا تطورت الموهبه ديالي في الديكور. اختي كبر مني هي السند ديالي، وانا في نفس الوقت السند ديالها. ما بيناتناش فرق كبير في العمر، دونك كتحتاجني وكنحتاجها وسند ليها وسند لي. انا حاليا انسانيونت ديال ليستوار دار. كنطمح انني تكون عندي اتولي ارتستيك اللي نقدر نعلم فيها الناس
اي حاجه عندها علاقه بالصناعه التقليديه. والسبب الكبير اللي خلاني نجي نشارك في صناعه بلادي هو تبت الاسره ديالي، الوالدين ديالي، باللي بصح انا قد المسؤوليه، وباللي بصح عندي دي كومبيتونس اللي تيشوفوهم غير هما. دونك صناعه بلادي بالنسبه لي خطوه كبيره في حياتي اللي غادي تغيرها من هنا للقدام. انا دابا خدام في الكرازه، تكون في الكوزينه، هي اسهل حاجه ممكن تدار دابا. يعني ديما خدام في لوبجي الاخر اللي هو عباره عن مكتب، مكتب الدراري الصغار. عندي طبختها حيت عندي ديالها موجود، يعني هي ساهله توجد بدا هي الاولى. جاتني فكره مني قالت لي انا غادي تصايب واحد الهديه لهذيك الدريه الصغيره، قلت علاش لا ما نصيبش واحد الاكسسوار اللي غادي يجي لها مع ديك اللبسه اللي غادي تصايب لها هي، وغادي يكون قريب لها في اللون. من حيت انا بيجوتي من مورا ما غادي نسالي، غادي نمشي نعاون مي كامراد وغادي يتعاونوا معايا هما حسب الاكسبيرونس ديالهم في الدومين ديالهم، وغادي نصايب دي زوبجي واحد اخرين اللي غادي يكونوا دي اكسسوار خاصين لهذيك الدار. المشاركين اختاروا يوظفوا الامكانيات ديالهم في منتوجات تكون وظيفيه باش يستطيعوا افراد العائله يستافدوا منها اكثر، وهادشي بالمتابعه ديال الكوتش ديالهم اللي حتى هما كانوا حريصين يشوفوا المراحل اللي وصلوا لها في هذا التحدي. السلام عليكم. صافا بخير، شباركم؟ كلشي مزيان؟ الوغ كي تتعرفوا هذا لو برايم كما قلنا لكم كيدخل في واحد الاطار ديال واحد العمل انساني. هنا كنخدموا كفريق، انتما بليزيور كاتيجوري، ولكن كنخدموا بطريقه جماعيه. بهذا المشروع هذا، هاد لا ميزون دو كور، عندهم واحد العمل في واحد الاطار اخر اللي هو مشروع قائم ذاته، لان بحال غدا غيكون عندهم زبون، كناخذوا العبارات كنجلسوا معاه كنشوفوا لي بوزوان ديالو شنو هما وكنسجلوا داكشي، وانطلاقا من هاد العمليه هادي كنحددوا حنا كيفاش غادي نخدموا. المهم اهم حاجه بعدا اتفقنا على الالوان باش يجي داكشي متناسق ويجي ديكور مزيون ان شاء الله اللي نقدروا نفرحوا به العائله. سي رضا، يمكن لك تقول لنا انا متاكد بان خديتوا واحد لو تيم اللي خدمتوا عليه بيناتكم، واحد اللي كاين واحد في الكوندكتور بيناتكم باش الافكار تكون متناسقه، شنو هو التيم اللي خدامين عليه نتوما؟ بالنسبه للتيم كنا اتفقنا كاملين، زعما قلنا نشوفوا هاد الناس شنو هي المدينه الاصل ديالهم، باش عرفنا باللي هما ماشي من هاد المنطقه. لقينا الاصل ديالهم هو خريبقه. صافي من تما جات الفكره وعجبت الدراري كاملين خدمنا عليها. حاولنا نخدموا بهاد الفكره باش نعطيهم، يعني هذوك الناس فاش يكونوا في هذيك الدار يحاولوا يتفكروا المدينه الام ديالهم. بالنسبه للرضا خدم ديزارتيكل اللي فيهم جلد وفودان، وخدم بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين. بالنسبه لشيماء خدمت لينا وخدمت لي ريدو، عجبوني داكشي مزيان. سندوس هذيك الفيلسوفه ديال البرنامج، دونك اي حاجه كديرها كتكون وراها قصه. لا ان بو لو سيرفو ستركتوري جات وقلبات، وغادي دير واحد الطابلو فيه المعالم ديال مدينه خريبكا اللي هي الاصل ديال ديك العائله. حسن ما كيغامرش، سي اون تري تري بون شوز. فكر في ليتيليتي ديال اون ايتاجير، ويمكن نستعملوها لبزاف ديال الحوايج، وهو سي ان تري بون تكنيسيان. غير واحد القضيه الله يخليكم خصكم تردوا منها البال، سي لي نورم دو سيكوريتي. هذيك الدار عندهم لي زونفون، عندهم دراري صغار، دونك اي حاجه تتصاوبوها قريبه للدراري خاص يكون لي نورم دو سيكوريتي فيها باش ما يتاداوش دوك الوليدات حتى الكبار. وحنا كنعيشوا في واحد البلاد فيها الرطوبه شويه مرتفعه، خصكم تردوا البال المواد اللي غتستعملوا خصها تكون كتقاوم الرطوبه، ما تبانش فيها بزاف. دونك هذه كلها امور مهمه باش يكون العمل ديالكم بانه داخل في واحد الاطار انساني. دونك رحم الله عبدا عمل عملا اتقانا، برافو عليك. الجروب بالنسبه لي كيجيني تبارك الله عليه متوفق، وعلاش؟ لانهم كيتشاوروا مع بعضياتهم، كيخدموا ترافاي ديكيب مزيان، كاين واحد لاهموني بيناتهم. انهم في الاول كان عندهم مشكل انهم يشتغلوا مجموعين على نفس المشروع، دابا كاين واحد التناسق في العمل ديالهم، وكاين واحد كيكمل الاخر، وهذه واحد البوينت ولا واحد المساله استفدوها في البرنامج. بالنسبه لي هو واحد البرايم عنده واحد المعنى وعنده واحد المغزى كبير، اللي هو لا ميزون دو كور. وعطينا لي كونديدا يعني التعليمات شنو غادي يخدموا في لا ديكو والافكار ديالهم بالنسبه لهذا المنزل هذا.
بغاو حطينا اون ليست ديال لي زوبجي اللي غادي نخدموا عليهم بعد ما عرفنا لي سباس اللي غنخدموا عليه لا شومبر ديال لي زونفون ولا كويزين هادو هما جوج ديال لي شومبر اللي عندنا حنايا في الجروب اكزاكتومون وعرفنا شنو هما لي زوبجي اللي غادي نقدروا نزيدوا للسي محمد وكان عندنا ان تشالنج اللي هو غادي نديكوريو اون شومبر اللي فيها دو جينيراسيون لا غرومير ولي دو زونفون الخدمه ديال رقيه خدمه واحد لي بوف وفكرات حتى في الاستعمال ديالهم بالنسبه للدراري الصغار احمد اللي خدم واحد لا ديكوراسيون بلاسيي اللي غادي تكون بحال ان بوطاجي اللي غادي تعطي واحد لا ديكوراسيون زوينه غادي يديروا في وسط منا واحد لو ميغوار ندوزوا الحسبيه فكرات دير لي غيدو لهذيك لا فونيتغ باش يقدروا ينعسوا حتى في العشيه الا كانت الشمس يقدروا يغطوا على الشمس وعندنا اخيرا هشام اللي تكلف بلا بارتي كوزينه هيدير لنا واحد اون بلانش ا ديكوبي ديال لي ليغوم اي اون بلوس هادي فكر يدير واحد البيرو للدراري الصغار وهذا البرايم فيه واحد المفاجاه لي موجدهنا ايوب وحسبيه تقدر تهضر لنا على شنو هي المفاجاه اللي موجدنا في هذا البرايم بالنسبه للمفاجاه اللي موجده حسبيه موجده واحد لاغوب صغيره لديك الدريه الصغيره السلام عليكم موجده البنيه وي موجده البنيه وانا غادي ندير لها واحد الكولي صغير مكتوب فيه خديجه وي من نقرا وغادي يكون بلاصه دوك النقط واحد القليبات صغيورين وهنا غيكون واحد الغابيل مع هذاك لاغوب وغيكون واحد كادو زوين ومتميز لذاك الدري الصغير كنتمنى يكفيهم الوقت يصيبوا هالشيء كامل حيت عندهم بزاف ما يدار بزاف ديال لي زوبجي وهذا هو الاهميه ديال هاد لو برايم الكثره نعطيوهم اكثر ما عندنا باش هما يبيس بروفيتي دو سافوار فير ديال لي ارتيزان ديالنا المشاركين من هامكن في الشغال على المنتوجات بحب كبير ورغبة شديدة في إرضاء عائلة سي محمد ولكن في بعض المرات خصوصاً وأن المشاركين كيخدموا في اختبار الفرق فالضغط والتوتر يمكن يخلق مشاكل في قلب الفريق قلت لي في الصلاة واحد خشب وقيت هو كي قال لك بلاش ما مساليش هو كان عام سالي جالس متأكد مرة هضرة هذيك متأكد من جوج هضرات ماشي وحدة دابا انت الفشل ديالك بغيتي تحملني انا الفشل ديالي النجاح ديالي انت ثلاث ايام وانت خدام في بواطه قلتي لي قلتي لي صاب الكادر قلت لك راه غنمشي ندوز لك الساعه نتاعك فعلا دوزتها لك ودوزت للدراري ودابا انت اش كتضحك دابا هضر معايا وكون سيريوز اخي رضا اش الدراري يسمعوا دابا شي يقولوا دابا حيت انت باغي تبين راسك واعر بطل يعني هضر معايا بواحد الطريقه اللي انا ما كنتش متوقعه منه وكنشوف بديك الطريقه اللي كان كيهضر بها يعني ما كتستاهلش يعني على كادر يعني كادر ما غاديش ناخذوا فيه شي حاجه ما غاديش ناخذوا فيه الوقت زعما كثير وبزاف ما فهمتش الانسان واش بغى ينوض معك الصداع باش يبين باللي انا اللي كنت سبب الفشل نتاعو او لا الله اعلم فاش ما عطيناك شيف ديكيب بديتي كدير هذا الشيء هذا راه ماشي شيف ديكيب هي الخدمه الخدمه هي التعاون اصاحبي دابا شوف انت كل الخدمه هي اللي كتهضر سمع شوف انا كنت تي اللي خدمتي شوف كنت تي اللي خدمتي انت ودابا الفشل ديالك باغي تحمل انا مسؤوليه فيه باش كون في تي باش تدير هذاك راك باغي توصل ما خصكش تزرب على الخدمه وهذا عمل خيري كيعطيك واحد الثمه بجهدو انا راه خدمت بزاف ديال الحوايج انت ما درتي حتى حاجه شوف تحفه تبارك الله الله يسخر ولكن ما تبقاش تحمل المسؤوليه لشي حد اللي انت فاشل خصك تروح للفريق اصاحبي لا اللي خلاني نفعل هو انني طلبتها منه يعني تقريبا اكثر من 6 المرات وحاجه اخرى اللي شفتو كيضيعني يعني الوقت في حوايج اخرين انا من ليكيب ديالك وداك الكادر عارفني باغي وعارف شنو غيصلاح كنقول لك وجدو وانت كتضيع الوقت في الخاوي كنت ماشي مصالحنا هاد المساله اختي هذا راه بحال ديما عاوتاني تنقولوا له فصلينا الكادر ما بغاش فصلينا الكادر بلاش فصلينا الكادر بلاش دابا عاود قال لك خدمتك بوحدك خليكم سمعوني بعد شنو غادي نقول لكم حنا كفريق اول حاجه خصنا نخدموا حنا متفاهمين فين هادشي اش صفقنا في الاول دابا اش كنصفق وعييت نرغبوا على كادر عييت وطبت وعييت نرغبوا على واش ما تعرفش تهضر بشويه يومين شوف واش ما تعرفش تهضر بشويه اليوم الثالث حشومه ثلاث ايام على كادر شيماء على كادر ديال هو شوف ماشي ما مساليش سمعي كيكون كنلقاه مجمع صلي كادر واخا دابا انت قول لي بغيتي دابا انت قول لي بغيتي كنت انا مجمع كنت انا مجمع عندك الصح انا كنت مجمع
فاش كيكون ضيق الوقت انا بيدي نقدر نتحط في ديك الموقف، يعني يقدر ما يكفاكش الوقت، يقدر يكون اي حاجه، فاي واحد فيهم كيحاول يعمل واحد المجهود بالبرودوي ديالو اللي غادي يعطي باش نفرحوا ديك الناس، نفرحوا ديك العائله، يعني كيحاول الانسان يتفادى ضيق الوقت. انا ما نزيد نطلب منه والو، يعني اي حاجه انا نبغيها دابا انا نخدم على راسي. المشكل اللي وقع هو رضا كان قال لي باش نصاوب له واحد الكادر، قلت له راني خدام ان فون سالي غادي نجدك الكادر نتاعك. فعلا جبت له الكادر نتاعو، كيخصني غير باش نمونطيه له. فين هو الكادر؟ خلينا نهضروا. وفين هو الكادر؟ اش كتكذب؟ هذه راه الخشبه جايه باقي ما تفصلاتش كادر. باش ما يكذبش فعلا وجدت له الكادر ديالو. وما فهمتش علاش كتجيبني الاقدر وكتولي تحطني مع نص الجروب، ما فهمتش. واخا هكاك يعني كنتجاهلو كنتفاداه لحقاش فغيمون كيسلب مني الطاقه بالهضره الخاويه، ماشي شي حاجه اللي زعما غنزيدو بها القدام في خدمتنا. دابا الحل الوحيد اللي عندي بحال المره اللي فاتت هو نتوكل على راسي ونخدم، واخا الدومين ديالي ماشي الخشب، ولكن غنتقاتل معاها حتى غنحطها كما جا باش تجي واعره ان شاء الله وتجي يجي يكون طابلو زوين. انايا دابا ساليت الخدمه اللي تعطات لي في الفريق، وحاليا كنشتغل على الكادو اللي غادي نعطيو لهذيك البنيته الصغيره. انا دابا في لمسات الاخيره قربت نساليه، وكنشوف باقي لنا واحد شويه ديال الوقت. قررت انني نزيد جلابه للفاتحه، بما ان شيماء خدمه الحاجه ما يجيش نعطيو لوحده وحده، لا ان شاء الله يقدني الوقت باش نسالي هذه الجلابه. ها هي ما بغيناش نديرو لهم نفس اللون، نبدل الفاتحة اللون شوية على الحاجة المستوية، وإن شاء الله نساليها قبل ما يسالي الوقت. أكبر حلم عندي اللي أنا نستناه يعني من بعد 10 سنوات أو أكثر هو نفوز باللقب ديال صنعة بلادي. حسبي نواري مدينة وجدة، ممثلة جهة الشرق، متزوجة وأم، كنشتغل مؤطرة في مجال الخياطة التقليدية والعصرية والطرز. جيت اليوم باش نشارك في برنامج صنعة بلادي الموسم 10 فئة الزي التقليدي. أنايا كنت عداءة من قبل في مسافة 1500 متر و 3000 متر. كنت يعني دوزت الصغر ديالي كله في ألعاب القوى، وبحكم كنت كنمارس الرياضة الصباح في العشية كتبقى لي خاوية، دخلت المجال ديال الخياطة. اشتغلت يعني أول حاجة بديت كنتعلم ليها هي الطرز باليد، والحمد لله قدرت نكون راسي براسي وبقيت درجة بدرجة، والحمد لله الآن كنشغل معايا 40 مرة، وكنعطيهم مثال بيا أنهم إن شاء الله كلهم غادي يوصلوا. أنا امرأة مناضلة مقاتلة ما يمكنش نستسلم. ألعب القوى علمتني أنني ما نستسلمش حتى نوصل لخط النهاية، وإن شاء الله اللقب هاد السنة يكون نصيبي. بالنسبة لي مزيان، كل واحد متكلف خدام على المهمة ديالو، دايرين بحساب الوقت، كنتشاوروا في أي حاجة، خدامين هوموجين، ما كاين حتى شي مشكل لحد الساعة، حيت الهدف ديالنا هو نفرحوا العائلة ديال محمد. التجربة ديالي أنا ساليسة، حاليا مسالية كل شيء، خدمت بالحجيرات وخدمت هذا اللون على اللون كريمة مخدومة بالصفيفة والعقد والترسان. اما بالنسبه للوبجي ديالي هذا خدامه على لاناب اللي خدمت لاناب دابا، باقي لي الطبقه الفوقانيه ديالو غادي نخدمه بالدونتيل حتى هو. دابا درت واحد الصباغه صبغته من الزرق بالزرق من الفوق ومن بليموني من تحت بحال السما وهنايا التراب، ودرت لي زيليمون اللي غادي نخدم بهم. قديت هذيك لا فونتين، قديت هاد الرزه درتها صغيره من هنا، ولكن غنزيد لصق معها توب واحد اخر. هاد الطابلو ان شاء الله غادي يتعلق في الصالون ديال العائله اللي غنمشيو عندهم ان شاء الله، واسبيرون يفكرهم في لي زوريجين ديالهم، في الاصل ديالهم، في مدينه خريبكا. كنت ذكر مني كنت صغيره كانوا مي بارون كياخذوا لي شي حاجه، كنت كنفرتكها مثلا شي صنداله كومبوزي من شي حاجه كيجيو كيلقاوها مفرتكه. دونك كنظن ان هذا الشيء عنده علاقه بالاكتشاف وعلاقه بالابداع من الصغر. سندس بوهندي 28 سنة، من مدينة الدار البيضاء، فئة المجوهرات،
مشاركه في صناعه بلادي الموسم العاشر. لي براسلي كنت كنصايبهم بالعقيق وكنبيعهم في الدرب كنبيعهم في المدرسه. كان كيعجبني نبيع بزاف ديال الحاجات. كنت صغيره كان واحد المره ابي خدا لينا واحد لي مونطر درنا بزاف ومشيت بعتهم لصحاباتي اللي كانوا كيقراو معايا. خويا اللي كبر مني كان كيرسم وكان كيعطيني غير نصفه ولا نقولوا نلون، ولكن ما كان عندي حتى شي علاقه بالرسم. من بعد من مورا الباك بديت كنرسم واحد شويه، بدا كيعجبني الديسان. وواخا الباركور ديالي كان مختلف على الاخر بقيت كنرسم. وملي كملت لا لوجيستيك بقيت كنفكر فشي حاجه ارتستيك. ديك الساعه سمعت على لاكاديمي ديال زقفة دي سودان ودفعت ليها. اول بياس صيبت في لا بيجوتري كان بعد داك نوجه تحيه للمعلم نور الدين نادر، هو اللي كان المعلم ديالي. صيبنا واحد لي بوكل دوغي واحد فونتيف وبقى في الاكاديمي ما خديتوش معايا. سمعت لي زيستوار ديال بزاف الناس بحكم انني كنصيب دي بيجو كي راكونت اون استوار، يعني المجوهرات اللي كتحكي قصه الزبون. ملي كيجي كيهضر معايا شي كليون كيبان لك انسان عادي، ولكن ملي كيحكي لك القصه ديالو كتفاجئ ان كل واحد كيخبي قصه كبيره بزاف، كيخبي بزاف ديال لي با ولي او. تندوس انسانه هادئه شغوفه مبدعه وكتبغي الخير للناس. بزاف ديال الناس اثروا ليا في حياتي. كنشوف بلي مي بارون وخوتي هما اول وحدين. كنبغي نقول شكرا للزوج ديالي، شكرا للوالدية، لعائلتي والاصدقاء ديالي. خدمنا بجهدنا وبقلوبنا باش نفرحوا دوك الناس ونعطيهم احسن ما عندنا. نتمنوا من الله يعجبهم داكشي اللي خدمنا فيه ونفرحوهم ونشوفوا ديك الابتسامه. حنا الصراحه عينا بزاف وهذيك الفرحه ديالهم هي اللي غتخلينا نفرحوا اكثر من هذيك الفرحه اللي غيفرحوهم. كيف ما كتشوفوا وصلت لمسات اخيره اللي هي لاتانت الكولور، والحمد لله ساليت شويه قبل الوقت باش نقدر نشوف شي حاجه اخرى اللي نزيدو نخدموها باش نفرحوا بها ديك الناس. الحمد لله انا فرحانه بزاف هذا الشيء اللي غادي نقدمه للعائله، وكنتمنى ان شاء الله فاش يفرشوا الدار ديالهم ويكونوا جالسين مع بعضهم يتفكرونا بهاد المسائل اللي خدمنا لهم، وان شاء الله تكون تعجبهم ان شاء الله وتكون في احسن حله. صراحه حنا متشوقين نشوفوا الرياكسيون ديال الوليدات حيت خدمنا لهم لا شومبر ديالهم بكل حب. انا متاكده غادي يفرحوا بهذا الشيء اللي صوبنا لهم، ومتاكده غادي يوصلهم الحب ديالنا عن طريق المنتوجات اللي صايبنا لهم. اللجنة بدات كتعاين المنتوجات ديال الفريقين وتشوف العمل اللي قام به كل واحد منهم، بداية من اختيار الفكرة، التقنيات والتنفيذ. عرفتي فين يدير؟ في لونتري. هيدير في لونتري مورا الباب، مورا الباب بوغ كاني دي ليسباس، وفين لا فامي غادي تقدر تدخل لدارها وتحط لي شوسور. ils sont très bien finis. Très bien finis, très bien pensé. بعدا ليدي ديال الدار مورا الباب افيك هاد الخشب هذا اكسيلون. انا جا سي لاكسيسوار ديال لا بتيت في مانيفيك مانيفيك. دونك لا بتيت في شنو عندها؟ عندها هاد لو بيوتي كولي وعندها هاد لا روب. شحال فن جو بونس تفرح بزاف ملي غادي تشوف انا عجبتني جلا فوا بيان في بنتي فريمون. خدمات داكشي على مستوى بقلبها سا سو فوا. شو الوريضه هنايا لي ديتاي، هنا لي ديتاي ديال الخياطه في التحت. فرانشمون خدمات داكشي فريمون صاوبو محمد الهيبه. Ouais. Donc, ouais, 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 c'est les bijoux. Les bijoux. Mais je t'aide ou j'ai l'artillard bien le levier de chicken, le levier qui pêche, il a été pensé. Les détails. On a le pouf, le coin, bien les enfants. Ça va ça des matériaux bien nés. Oui. Elle est bien finie. Très bien finie. Oui. Thank you.
تدار فتاة الحجارة سعد الفهد المين جا مزيان هي صنعة مزيانة حتى التوب كاليتي داكشي زعما زوين وخا سامبل عطات واحد عريضة بالجلد صايب زوين لي سوطا زعما زوينش هادو علاش هادو خريب كاع ديال الوشام العيالات خريب كاع ديال خريب داكور اوكي وهذا تنظن هذا بعد عرفت هذه انا هذه فكرت ديال هذاك ديال النافور هذه النافور انا خدتها لي والله انا جلي في اون تران دو سو كونستروير يا تري تري لونتون كنت باقي صغير واي سي تري جولي سكي زون في دونك هذا لو تروك ديال لو هذا تا هو رضا تنظن ياك تا هو رضا خدمتو تبارك الله عليك اسباب دو ديتاي كيفاش كتحيي لو تروك سو لا لا صافي ودال لا طون ديالها جات مزيان شوف هاتها هكا اه تتبدل كليها توقف هكا وي مزيان ولا يعلقوها بحال هكا فريمون ils ont pensé à tout تمام عجبتني انا سالا طانك اللي داروا لها حتى هي جات زوينه مزيانه ما عرفتش الساعه اللي كاينه في ديال خريبقه نفس في السونتر ديال خريبقه كاينه هذه ديال لافيل دو خريبقه كاينه هذيك جات زوينه هذه دونك هو صاوب هذا وي اه ندير ديك السباغه ديال الجلد زوينه صافي وهذا حتى هو هذا اللون ديك الجو مزيان مزيان بابا اليوم زعما تبارك الله لا خدمه تبارك الله المستوى ديالها ما شاء الله عليه مزيان داروا ديال واحد ديال هذا ديال لا شومب تنظن لا ها لي دو بيس عندهم دو بيس خدمه على دو بيس في البيت الدار هذا غتكون في الصالون وسكي جولي سي كو هادو هما اللي كاينين في الغطا ديال الطبله الفلاناب الفلاناب وي لما هذاك الشيء اغمون رضا يكون هما داروا ان ترافاي دو كيم صراحه خدموا كلهم كل واحد لا سي بيان برافو برافو دونك هذيك اكسلون جا الوقت باش يحملوا المشاركين كل المنتوجات اللي اشتغلوا عليها للدار كل منتوج غياخد المكان ديالو وكل قطعة قاموا بإنجازها غتحط في المكان المناسب لها الرتوشات الأخيرة صوبوها المشاركين في عين المكان الكل كان يد واحدة والهدف كان أيضا واحد الحمد لله يعني لي زارتيكل جاو في البلايص ديالهم كيما هما جاو مع لي ميزور ديال الدار مع يعني وتناسقوا مع الألوان ديال الدار هادشي اللي يعني اللي حتى هو زاد فرحنا يعني ان داكشي اللي كنا كنتصوروا وداكشي اللي كان في بالنا جا كما بغينا وفرحنا حنا الاولين بعدا وفرحنا معنا حتى هذوك الناس صايب تقرض الكوزينه يعني دخل الكوزينه حطيتها في الكوزينه يعني فرحه كبيره بزاف صراحه فاش مشينا وحطينا لي زوبجي جاوا في بلايص اللي كنا حنا مطابطينهم واخا صراحه كان شي بلايص كانوا ضيقين ولكن الحمد لله بحال داكشي كان عبار كنا فرحانين بزاف ومتحمسين اننا نشوفوا الشكل النهائي ديال لي زوبجي اللي صوبنا كيفاش غادي يجوا مع الدار سي محمد اخبارك اخي لاباس بخير كي دايره الفاتحه الله تخبارك مزيان الحاجه اخبارك كي دايره مع صحيحتك لاباس الحمد لله كي دايرين لاباس بخير توحشناكم من اخر مره ربي يخليكم ربي يخليكم الله يبارك فيك تنشكركم لا حتى حنا اللي تنشكروك كبرتي بينا تبارك الله عليك فرحتي بينا اخر مره الله يبارك فيك خير الله يبارك فيك لاله ايوا دابا حنايا الله يبارك فيك حنا وليكيب ديال صناعه بلادي والدراري اللي الطلبه اللي كاينين فيها دونك داروا واحد المجهود كبير وعاودوا هاد الدار كما كانت قبل لان كانت ما كانتش مصوبه بحال هكذا ودابا كلشي الناس كلهم داروا واحد المجهود كما انتم فرحتيونا ودخلتوا الطول ديالنا الفرحه اخر مره حتى حنا درنا واحد المجهود وحاولنا شويه اننا نحاولوا نصاوبوا لكم الدار ان شاء الله بواحد الطريقه اللي تعيشوا فيها مرتاحين وتكون مزيانه كما تتمناوا تكونوا فيها يلا وتفضلوا معايا باش نشوفوها تفضلوا مرحبا بكم في داركم
ربك سيدي الله يحفظك الله يطول عمرك. فوالا الحاجة كي جاك الصالون جاني مزيان، كي جاوك اللوينات، كي جاك الثوب اللي اختارينا، كلشي زين الله يحفظكم. تنشكركم، مرحبا بك، تنشكركم بزاف على العون اللي عاونتونا. سالي كل خير الحاجة، هادشي كامل تستاهلي. حاجه قلتي لي انت من خريبكا ياك، من جهه خريبكا انت راه صوبوا لك الطابلو هذا راه فيه ديك الخصه اللي كاينه في مدينه خريبكا باش تبقاي تفكري بالمدينه ديال خريبكا. يا ربي يخليكم. ايوا تنتمنى يكون عجبك بعدا الصالون، بعدا تنتمنى يكون عجبكم كلشي. كلشي عجبنا، كلشي زين، ما كانش كيك وكلشي معاود. تستاهلي كل خير. دابا غادي نمشيو نشوفوا البيت الاخر ديال الدراري، نمشيو ليه. يلا تفضلوا معايا. يلا اجي تفضلوا باش نشوفوا البيت. حاجه هذا البيت ديالك، هادي الناموسيه ديالك، غادي تنعسي. اجي حدوش، غادي تنعسي مع الميمه. انا الفوق. غاتنعسي الفوق. هذا كي جاك البيت ديالك الحاجه مزيان، كلشي مزيان. كلشي مزيان الله يحفظكم. درناك مع الحفيدات، درناك مع خديجه الله يحفظكم، كلشي معاه. تبارك الله عليك. خديجه كي جاك الناموسيه ديالك زوينه، وتنشكركم على العوين اللي عاونتونا. الله يبارك فيك. يحفظكم. سهلوا 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 الجنه. البيرو ديالك فين غادي ديري اللوينات؟ شفتيه تما. بالصحه والراحه. نشكركم بزاف، الله يجازيك بالخير. شوف شوفوا البيت الاخر. مرحبا خويا. يلاه اجي خديجه. هذه البيت ديال بابا وماما. مرحبا بكم في البيت ديالكم. بارك الله فيك، الله يجازيك بالخير. كي جاكم هادشي؟ ولا كاين فرق كبير ماشي فرق صغير. وما كانش مرطب. بحالاش؟ شنو الحوايج؟ ما كانش مرطب، ما كانش الجليج، ما كانت الصباغه، ما كانوش هاد البيبان، ما كانش هاد العود هذا. واحد القضيه كما قلت قبل، حتى القطره ما غاديش تبقى، لان تعالج ذاك المشكل اللي كان ديال الشتا، وهاد البلافون راه الشمس ما غاديش تبقى، الصهد ديال الشمس ما غاديش يدخل بزاف. فاتحه كي جاوك اللوينات والناموسيه والخوامي وهادشي اللي اختارينا، كي جاوك؟ زوينين ياك اللوينات. مزيانين زوينين ياك. والتوام اللي درنا التوب زوين. تستاهلوا كل خير. تبارك الله عليكم. نمشيو نشوفوا الكوزينه. يلا نمشيو نشوفوها. يلا فاتحه كي جاك هادشي؟ هادي راه البلاصه ديالك دابا في الدار كامله، هادي المساله البلاصه كتخصك انت وحتى الحاجه بيان سيغ. جوج بكم كي جاك هادشي مزيان؟ زوين. كي جاك قبل ودابا شنو المسائل الحوايج اللي بانوا لك تبدلوا؟ تبدلت بزاف ياك؟ ما كانش جليل، ما كانش زعفران، دابا كلشي ولا زوين. مزيان. حاجه ان شاء الله خصنا نجيو لعندك توجد لنا الطويجنات ياك؟ مرحبا بكم. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. نشكركم على الشيء اللي درتم. الناس ديال الخير تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. ربي العامر ان شاء الله والسعاده، وربي اللي غادي يدخل عليكم السعاده الحياه ديالكم كامله ان شاء الله. وحنا غادي نمشيو دابا تبعوني نمشيو نشوفوا هاد الناس اللي خدموا هاد لي كونديدا ديالنا ديال البرنامج، والناس المسؤولين اللي قاموا على هاد العمل وداروا شويه بسيط كما قلت باش تكونوا فرحانين، وان شاء الله دائما تكونوا فرحانين. الله يعاونكم. بينا ولا بينا ان شاء الله تكونوا دائما فرحانين. الله يعاونكم. الله يعاونكم. تنظن بان هاد التغييرات اللي درنا في الدار كانت في مستوى وعجبتكم، وان شاء الله يا ربي تكونوا تعيشوا حياتكم دائما فرحانين في هاد الدار. الحاجه السي محمد فاتحه والوليدات ان شاء الله تفرحوا بهم ويكبروا فرحانين. فتنظن بان جات اللحظه اللي غادي نتعرفوا على الناس اللي شاركوا معنا، المشاركين ديالنا في البرنامج ديال صناعه بلادي العاشر، باش هما اللي اشتغلوا عليه ووجدوا واحد الهدايا بسيطه نتمنى انها تعجبكم. تصفقوا عليهم وتفضلوا معنا. لو مرحبا بكم. حسبيه دون لي كادو على فامي. خديجه هذا اللي لك، اجي عندي يا ماما اجي. هنشوف. هنشوف. يلا بوز عمو بوز. برافو عليك، عندي ما نساك. يسلمكم. فرحوا بهذوك الكسيوات اللي خدمنا لهم، دوك الجليلبات، وخديجه فرحت بهذاك البيس، والحمد لله. نتمنى وان شاء الله نبقاو عاد في تواصل معهم، وان شاء الله كي نجيو لهاد المدينه نزوروهم وتكون يكونوا بحال عائلتنا الثانيه ان شاء الله. ودابا جات اللحظه اللي غادي نعطيو لكم فيها الساروت ديال الدار. هذا الفوسو ديال الدار اللي فيه اللوغو ديال البرنامج ديالنا صناعه بلادي الدوره العاشره. وتنظن ان شاء الله تنتمنى انها. تفضل السي محمد تفضل.
ان شاء الله نتمنى انكم تعيشوا فرحانين في هذا الدار، وكي تنقولوا بالعربيه بيت عامر ان شاء الله تكونوا فرحانين، والحجه والوليدات والمدام. وتبارك الله عليك سي محمد، السلام عليك اخي، الله يعاونك، تبارك الله عليك الحجه، شكرا بزاف، وسامحوا لينا الا بزناكم شي شويه. كنشكروكم، الله يبارك فيك، كنشكروكم كي الدريات كي الدراري، الله يمتعكم الصحيحه ان شاء الله. نفعينهم واحد يعني واحد الفرح اللي كبير، واحد واحد يعني بحال حسوا بينا، بحال ولينا منهم في هذيك اللقطه، ما مسخوش بينا، خليناهم فرحانين وحنا كنا فرحانين اكثر منهم، والحمد لله من وفقنا الله اننا نفرحوا ذوك العائله. الابتسامه كانت على وجوههم وباينه فيهم الفرحه، هنا طمأنينا وعرفنا بلي درنا خدمه مزيانه ونالت الاعجاب ديال العائله. كاع داكشي اللي صوبنا غادي يستعملوه، وهذا هو اللي كان الطموح ديالنا، والحمد لله وصلنا ليه. صنعت بلي هذه تنشكرهم صاوبوا لي الدار، تنحشنو ما خلاوش على جهودهم، تعوضت الدار الحمد لله، تفرشت تعوضت، جابوا لي الماء هنا، جابوا لي كل شيء الحمد لله. تنشكركم كاملين صنعت بلي هذه، تنشكركم. ورجعنا لبلاطو صنعت بلادي مرة أخرى، المشاركين توفقوا في المهمة اللي كانت عندهم وفي تحدي خير صنعة بالنيابة على العائلة. كنبغي نقول لكم شكرا وبرافو عليكم، ممكن تصفقوا على ريوسكم. أمين، نبغي نعرف رأي لجنة التحكيم في المنتوجات اللي قدموا المشاركين في هذا الاختبار. دونك حنا كلجنة التحكيم فخورين بالعمل اللي عملتوا، وفرحانين لأنكم احترمتوا لو تيم وكاع داكشي اللي كان مطلوب منكم، يعني قدمتوا كاع داكشي اللي مطلوب وزدتو اكثر من داكشي اللي طلبنا منكم. درتو واحد العمل زدتوه من عندكم واللي غادي يفرح العائله ديال السي محمد. حنا تنشكروكم على هذا العمل، وبينتوا لنا انه هذا العمل الجماعي ديالكم عطى واحد النتيجه كبيره، وشكرا لهاد المجهودات الجماعيه اللي درتو. خدمنا بحب العائله ديال محمد، وعطينا اكثر ما بجهدنا، خدمنا على الكاليتي والكونتيتي، دونك اللي كان اللي ربح فينا سي بيان، كنا رابحين. برافو عليكم مره اخرى. رضوان، كيف كانت لحظه تسليم مفاتيح المنزل ولا الدار ديال السي محمد، وكيفاش عشتوا المفاجاه مع العائله؟ الوغ اش ممكن نقول لك ابتسام، لحظات لا توصف فعلا، سيتي تري ايموفون. واحد الوقيته انك فعلا يمكن غادي نهضر عليها دابا، وتنحس بحال الدمعه غادي تنزل من العين ديالي، لان فعلا سيتي تري تري توشون، تاثروا بزاف دوك الناس وتاثرتوا حتى انتم معاهم بزاف، ما يمكنش لي نوصف لك فعلا، لان واحد الوقيته واحد اللحظه جميله بزاف، باش كتشوف انك كدير واحد لو جيست صغير او كبير ماشي مهم. العمل التضامني ديما النتيجه ديالو كتكون كتفرح الانسان اللي كيخدمها اكثر من هذاك الانسان اللي كيستقبله، حيت كيكون العمل جماعي ياك، كل واحد كيحفز الاخر باش يصاوب شي حاجه اللي هي غادي تفرح هذوك الناس. راه حتى في الدين يمكن كنقولوا بان الابتسامه في وجه الانسان انها صدقه، ان هذاك الانسان اللي تدخل فرحه في قلبه. انا جي با لي مو، جي با لي مو، وكنشكر بالنيابه على جميع الناس اللي خدموا على هذا البرنامج، لي كانديدا ديالنا على العمل الجميل ديالهم ولا جينيروزيتي ديالهم. فعلا تبارك الله عليكم، وتبارك الله على كاع الناس اللي اشتغلوا على هذا العمل باش يفرحوا هذه الاسره، لان فعلا لا الوليدات ولا الكبار ولا السيده الجده ديالهم، كلشي الناس كانت فرحانه، وبالنيابه عليهم كنقول لكم تبارك الله عليكم، ميرسي بوكو. فوالا الكلمات كتخون رضوان من طبيعه الحال باش يعبر على اللحظه اللي كانت مؤثره بالنسبه للمشاركين وحتى لجنه التحكيم. فهذا هو المقصود من تحدي خير الصنعه ومن البرايم الخامس صنعت بلادي. من طبيعه الحال كيبقى اختبار زينب واختبار ديال الفروق، وكيف جرات العاده كنختاروا فريق كيكون فائز ان كود كور. شكون لو كود كور اليوم؟ بغيت ناكد لكم عاوتاني اونكور اون فوا تبارك الله عليكم، هاد لو طرافاي اللي درتو اكسيبسيونيل، فرحتوا العائله وداكشي اللي كنا طالبين منكم، شكرا. ان تخوازيام فوا هادي مسابقه
كانوا دوز ايكيب بجوجكم توفقتوا كاين ان كوت كور هاد لو برايم بيان سور ولكن عندنا لكم واحد المفاجاه تالمو خدمتوا مزيان بقلب قلوبكم هاد لو برايم كان برايم انساني ما يمكنش تعطي ان كوت كور لون ايكيب وما تعطيهاش لي زوت فريمون كلشي خدم مزيان فرحتونا فرحتوا فريمون برافو صفوا على راسكم إذا فهاد لو برايم كلكم فايزين كنا فايزين حتى العائلة تبارك الله عليكم كانت فرحة لينا بجوج يعني هاد المرة كانت شي حاجة مختلفة دونك لو كود كار كيف ما فهمتوا هما الفريقين هنيئا لكم رقية قولي لنا شنو إحساسك ماشي غير على ود الكود كار ولكن حتى مساهمتكم نتوما كفريق في هذا التحدي وإدخال الفرحة على عائلة ديال سي محمد اللحظه اللي تعطانا فيها لو تشالنج اللي غادي نخدموا عليه في الدار ديال خير صنعه كنا فرحانين بزاف سورتو ملي تقسمنا دي زيكيب كل واحد فينا ركز المجهودات ديالو كان الاساسي عندنا هو اننا نفرحوا العائله ديال محمد والحمد لله هذا الشيء اللي قدرنا نشوفوه من خلال ملي مشينا عندهم للدار وشفنا الفرحه في عينيهم كان هذاك هو الربح بالنسبه لنا هو اننا نشوفوهم فرحانين بلي زوبجي اللي صوبنا لهم وبالمجهودات اللي درنا وكنا فرحانين اكثر حيت غادي يبقاو معاهم لي زوبجي ديالنا تقريبا حياتهم كامله دونك غادي يبقاو يتفكرونا بهم هذه حاجه زوينه بزاف شيماء وانتوما كفريق كيفاش عشتوا هذه التجربه وشنو الحاجه اللي غادي تبقى في بالكم مدى الحياه لان التجربه زوينه بزاف بالنسبه لي انا كانت فرحه كبيره صراحه لان دخلنا الفرحه على قلوب هاد الناس انا والفريق ديالي قدمنا واحد العمل اللي الحمد لله شفت في العينين ديالهم بان داك الشيء عجبهم واللي غادي يبقى معاهم لواحد المده ان شاء الله فهذه كانت بحد ذاتها فرحه لي والفريق كامل والحمد لله اننا قدرنا ندخل الفرحه لقلوب هاد الناس برافو عليكم مره اخرى فاطمه زهرة المشاركين من غير انهم دخلوا الفرحه قدروا يقنعوكم بالعمل ديالهم وتوفقوا من طبيعه الحال في الاختبار بالفعل ابتسام انا لي كونديدا عبال لي الحب ديالهم لهذاك الخدمه اللي داروا كانت عندهم خدمه اللي متقونه وفيها الحوايج اللي هما فعلا انهم برزوا واحد المستوى اعلى من المستوى اللي هما اللي كنا متوقعين منهم والحمد لله انكم ملي وصلتوا لهذا المستوى تبارك الله عليكم راكم مزيان اللي بغيت نقول لكم وان شاء الله خصكم تستعدوا بالنسبه للبرايم الجاي عندكم واحد التحدي اللي هو جديد وصعيب جدا ومستوى غادي وتيصعب وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق شكرا لك فاطمه زهره شكرا لجنه التحكيم شكرا للمشاركين برافو عليكم تحدي تفوقتوا فيه كاملين البرايم الجاي من طبيعه الحال تحدي جديد كيتسناكم تحدي اللي غادي يحسم الفائز في كل فئه فكنتمنى لكم التوفيق وكنقول لكم الى الاسبوع المقبل سلام في الأسبوع المقبل المشاركين غتكون عندهم مهمة جديدة وهي الاشتغال على منتوجاتهم الاستثنائية اللي غيتخول لهم الفوز على صعيد الفئة جهد وعمل متواصل وكل واحد أمل وحيد الفوز باللقب من بعد أسابيع من المنافسة ودفوا فيها كاع الأشياء اللي تعلموها في منتوج واحد كيلخص التجربة ديالهم داخل المسابقة وغادي يحاولوا يمثلوا الحرفة والمدينة ديالهم أحسن تمثيل صنعت بين البرايم السادس الاثنين على دوزام كونوا في الموعد قدم لكم هذا البرنامج من طرف مؤسسة دار صانع الصناع التقليديين عازمين يكبروا البنك الشعبي نكبروا جميعا